gente. صباح الخير. ان شاء الله انا هشتغل معاكم النهارده في الجزء الاكبر من كورس الكوميونيكيشنز. المفروض ان شاء الله ان محاضراتنا كلها هتبقى فيس تو فيس اكسبت يعني لو حصلت مشكله. وهو في كمان تصوير عشان لو حد مش قادر يحضر ولا حاجه فبرضه هنصور يعني مفيش مشكله. طيب احنا الكورس بتاعنا اظن الدكتوره ياسمين اديتكم محاضره يوم السبت مش كده؟ كانت مسجلها لكم. وارجوكم ان الكورس منقسم لجزئين، جزء ليه علاقه بال سي دي ام اي اللي هي بتديه لكم. ال سي دي ام اي ده هو التكنولوجي اللي يوزد في كتير من الكوميونيكيشن بروتوكولز، يمكن اهمها ال 3 جي كويس على التليفونات بتاعتكم. واحنا بنتكلم على التكنولوجي الثانيه الموجوده يعني او اكشلي التكنولوجي الدوميننت دلوقتي اللي غالبا مكمله يعني مش عايز اقول فور ايفر بس ات سيمز انها مكمله فور ايفر اللي هي الاو اف دي ام. كويس؟ الكورس ده بقاله دلوقتي بالظبط يعني بقالي بدرسه تقريبا 20 سنه كويس؟ ساعة ما رجعت من الدكتوراه وانا بدرسه، ولما ابتدينا ندرسه سنه 2001 كان الاو اف دي ام لسه يا دوبك بدا يستخدم في اكشولي كان 1 ستاندرد اللي هو الواي فاي. تمام؟ اللي حصل بقى بعد كده من 2001 لدلوقتي انه الاو اف دي ام بقت التكنولوجي الريوزد تقريبا في كل حاجه، يعني الواي فاي بيستخدم او اف دي ام، ال تي اي بيستخدم او اف دي ام، ال 5 جي الاب اند كامينج ده بيستخدم او اف دي ام، كل حاجه تقريبا بتستخدم الاو اف دي ام. فالامبورتنس بتاعت الكورس ده ان اي حد فيكم هيشتغل في مجال التلي كوميونيكيشنز محتاج يفهم الكونسبت والايدياز اللي موجوده في الاو اف دي ام، لان هي هتبقى التكنولوجي اللي موجوده ات سيمز انها هتبقى موجوده يعني بسنين طويله يعني. طيب احنا علشان نقدر نفهم الاو اف دي ام زي ما انتم كده شايفين دي تقريبا المحاضرات اللي هندينا ليها تقريبا 11 محاضره تقريبا يعني مع بعض. فزي ما انتم شايفين كده هو بتاع ده بيعمل كده كتير. زي ما انتم شايفين التايتلز الاولانيه الموجوده البتاعه دي بتمشي لوحدها ولا لازم نمشيها؟ تمشي لوحدها؟ طيب زي ما انتم شايفين كده احنا بنتكلم هنا وانا هقول لكم طبعا ايه الحاجات دي كلها. بنتكلم على حاجه اسمها دي اف تي هنتكلم عنه وفيدنج وهنتكلم عن مالتي شانل موديوليشن وهتلاقوا ان الاو اف دي ام كتايتل موجود في الليكتشر دي او في الليكتشرز بتاعتنا في اخر محاضرتين. طيب التسع محاضرات اللي قبل كده دول جزمتهم ايه؟ انا زي ما قلت احنا الاوبجيكتيف الاساسي بتاعنا ان احنا نفهم التكنولوجي بتاعت الاو اف دي ام شغاله ازاي. طيب ليه بنديكم الحاجات دي كلها قبل ما نوصل للاو اف دي ام في محاضرتين؟ في كذا حاجه. اول حاجه زي ما انتم شايفينها اللي هو الدي اف تي. الدي اف تي ده انتم اللي انا اعرفه يعني ان الدكتور عمر نصر تقريبا اداكم في سنه ثانيه جزء عنه مظبوط؟ ولا ما خدتوش مع عمر نصر في السيجنالز؟ ما سمعتوش عن الدي اف تي خالص؟ هتلاقي عمر اداها لكم في حته صغيره كده في الاخر. طيب الدي اف تي ده هو ال الانيبلر بتاع الامبلمنتيشن بتاع الاو اف دي ام. يعني ايه الانيبلر بتاع الامبلمنتيشن بتاع الاو اف دي ام؟ يعني لما هنيجي نبص على بعد ست سبع محاضرات هنلاقي ان الكونسبت بتاع الاو اف دي ام ده موجود حوالي من الستينات. كونسبتشوالي الكونسبت بتاعه موجود من الستينات. الناس ما بداتش تعملوا امبلمنتيشن غير في اواخر التسعينات، يعني بعديها ب 30 سنه. ليه؟ عشان اكتشفوا ان الدي اف تي ده هو بيعمل الموديوليشن زي ما هنشوف يعني اوفر الكورس بيعمل الموديوليشن بتاعت الاو اف دي ام بطريقه فيري افيشنت. كويس؟ فاول حاجه هنشوفها هنشوف الدي اف تي ده هو ايه؟ عشان نعرف ازاي بعد كده هنستخدمه في الاو اف دي ام. ده غير انه الدي اف تي والحاجه اللي انتوا غالبا كلكم سمعتوا عنها اللي هي اسمها اف اف تي صح؟ كلكم سمعتوا عن الاف اف تي فاست فوري ترانسفورم. طب الفاست فوري ترانسفورم ده هو الدي اف تي بس امبلمنتد بطريقه سريعه. كويس؟ اتس جاست ان امبلمنتيشن فور ذا دي اف تي. يبقى الدي اف تي هو الحاجه الاساسيه، الاف اف تي هو الجوريزم تو امبلمنت الدي اف تي. فالدي اف تي ده هو الحاجه اللي انت تقدر تعملها على الكمبيوتر. يعني انت على الكمبيوتر عندك في البيت لو عاوز تعمل فوري ترانسفورم بتعمله بالاف اف تي اللي هو الدي اف تي على مثلا ماتلاب او على اي حاجه. فده ليه امبورتنس لوحده، يعني الدي اف تي لوحده كده ليه اهميه ان هو ده النوع من الفوري ترانسفورمز اللي انت تقدر تهندله على الكمبيوتر عندك. فدول اول محاضرتين ثلاثه في الموضوع ده. بعد كده هنتكلم عن التشانلز. التشانلز اللي هي ايه؟ الواير لاين شانل والوايرلس شانل. الواير لاين شانل دي اللي هي سلكه التليفون. تمام؟ سلكه التليفون دي انت دلوقتي بتقدر تعمل عليها
دي اس ال مظبوط. الدي اس ال اللي عندك في البيت او عند اي حد بقى بيوصل دلوقتي سبيدز عاليه جدا صح. انا دلوقتي 30 اي حد فينا في بيته او مش اي حد يعني اي حد عنده فايبر في جزء كبير من اللينك اللي من بيته للسنترال اللي هي معظم القاهره بقى بيقدر يوصل 30 ميجا بتس في السكند. تمام. طيب بتوصل ازاي 30 ميجا بتس في السكند؟ بتوصل عن طريق انك انت بتعمل او اف دي ام بس في الواير لاين شانل اسمه دي ام تي. هي الكلمه دي تمام. الدي ام تي ده هي التكنولوجي المستخدمه عشان ابعت بسرعه على سلكه التليفون وهي نفس الكونسبت بتاع الاو اف دي ام بس بيسموه او اف دي ام في الوايرلس وبيسموه دي ام تي في الايه في الواير لاين اللي هو لما تيجي تبعت على سلكه التليفون. يعني في ديفرنسز بسيطه تمام. فاول حاجه هنتكلم عنها الواير لاين شانل اللي هو سلكه التليفون دي البروبرتيز بتاعت الواير لاين شانل دي عامله ازاي. ما احنا دلوقتي بنقول ان الاو اف دي ام حلو. طب الاو اف دي ام حلو ليه؟ حلو لانه بيتغلب على المشاكل اللي موجوده في التشانلز سواء الواير لاين شانل اللي هو سلكه التليفون دي عامله ازاي او الوايرلس شانل اللي هنتكلم عنه. فالاول حاجه هقولها لكم هنا هتبقى الواير لاين شانل هنتكلم عنها ونقول الواير لاين شانل دي البروبرتيز بتاعتها عامله ازاي عشان بعد كده نشوف ازاي الاوف دي ام هيتغلب على المشاكل اللي موجوده في الواير لاين شانل. بعد كده الثلاث محاضرات دول هنتكلم على الفيدنج. الفيدنج دي هي الوايرلس شانل تمام. الوايرلس شانل دي اللي هي ايه؟ اللي هي الشانل اللي ما بين التليفون اللي احنا ماسكينه في ايدينا وما بين البيس ستيشن اللي التليفون ده بيتكلم معاه. في بروبرتيز للشانل اللي ما بين التليفونات اللي معاكم وما بين البيس ستيشنز. البروبرتيز دي هنتكلم عنها وهنعمل لها يعني اناليسيس كده وهنشوف بعد كده ازاي الاو اف دي ام هتتغلب على المشاكل بتاعه الوايرلس شانلز كويس. يبقى احنا اول ست محاضرات هنتكلم عن الدي اف تي اللي هو الامبلمنتيشن بتاع الاو اف دي ام بيمشي ازاي وهنتكلم عن الشانلز والبروبرتيز بتاعتها اللي احنا هنشوف بعد كده ازاي الاو اف دي ام هيتغلب على المشاكل اللي موجوده في الشانلز دي فيرسز التكنيكس اللي انتوا خدتوها في سنه ثالثه اللي هي البي اس كي والكوام والحاجات دي كلها. في حاجه ثانيه بقى اسمها اوف دي ام هتتغلب اكتر على الكلام ده. بعد دول هنبدا نخش بقى في الموضوع بتاع الاوف دي ام. اول محاضره فوق دي اللي هي الام سي ام اللي هو مالتي شانل موديوليشن ده الكونسبت بتاع الاوف دي ام. الكونسبت بتاع الاوف دي ام فالكونسبت بتاع الاوف دي ام بيزد على حاجه اسمها مالتي شانل موديوليشن كويس. فهنشرح لكم بقى يعني ايه مالتي شانل موديوليشن وهدينا بلوك دياجرام عشان نفهم الايديا بتاعت الاوف دي ام عامله ازاي. بعد كده هنخش على زي ما قلنا بقى الدي ام تي اللي هو ازاي الاوف دي ام هيتغلب على اللي موجود في سلكه التليفون وازاي هيبقى افيشنت. وبعدين اخر محاضرتين هنتكلم عن الاوف دي ام نفسها بقى كتكنيك مستخدم في الوايرلس انفايرمنت ازاي برضه هيتغلب على المشاكل اللي موجوده في الوايرلس شانل اللي احنا اتكلمنا عنها قبليها بكام محاضره. طيب حد فيكم عارف مين الراجل ده؟ الراجل ده هو السبب ان احنا قاعدين بندرس الوايرلس كوميونيكيشنز. اكيد سمعتوا اسمه طبعا صح؟ كله يعرف ماركوني. ماركوني ده هو السبب ان احنا عمالين ايه؟ نهري في الموضوع بتاع الوايرلس كوميونيكيشنز. وهو راجل خد نوبل برايز اكشولي سنة 1909 تمام؟ فماركوني ده هو اللي بدأ كونسبت الوايرلس. يعني هو اللي بدأ يفكر انه ممكن ابعت انفورميشن من حته للتانيه بوايرلس عن طريق موجات في الهواء تمام. وزي ما انتم شايفين قاعد كده كام سنه كده من 1897 لغايه 1902 يعني خمس ست سنين دول قاعد يعمل كل مره ترايل. الاول بدا في انجلترا بيبعت من حته جنب انجلترا جرمين ايرلاند بتاعت انجلترا وهكذا لغايه اما وصل في الاخر ان هو قدر يبعت ترانسميتد سيجنال بتوين انجلترا وبتوين امريكا. فده طبعا كان اختراع رهيب يعني طبعا زي ما انتم يعني متخيلين وخد نوبل برايز على الموضوع ده. طيب الوايرلس ده يعني زي ما انتم شايفين كده بنتكلم هنا على الديفلوبمنت بتاعت الوايرلس حصلت ازاي. فزي ما انتم شايفين اول حاجه عملوها اللي هو فويس اوفر راديو يعني حد يتكلم في حاجه على راديو يعني كانت 1914. يعني اول مره الناس بدات تقول ان احنا ممكن نتكلم على الراديو كانت في ايه؟ في 1914. وكان في زي ما انتم شايفين في العشرينات كان في ايه؟ عربيات البوليس في مدينه ديترويت كان فيها موبايل فونز يعني الراجل البوليس اللي قاعد في العربيه بيكلم حد من خلال ايه؟ وايرلس فون. وساعتها كان زي ما انتم شايفين الراديو اكويبمنت اوكيبايد موست اوف بوليس كار ترانك. يعني التليفون ده الاكويبمنت بتاعته كانت بتاخد معظم ايه؟ شنطه العربيه. اللي هو التليفون الصغير اللي معانا دلوقتي اللي ممكن يبقى قد كده كان زمان ايه؟
بياخد شنطه العربيه بتاعت عربيه البوليس عشان البوليس يقدر يكومينيكيت مع يعني مع السنتر بتاعه يعني. وبعد كده بقى في 35 اخترعوا اف ام وهكذا. وبعدين في الاربعينات كان اول interconnection of mobile users to public switch telephone network، يعني كان اول مره حد معاه موبايل فون يقدر يكلم حد قاعد في بيتهم. الكلام ده بدا فين؟ في الاربعينات، فمن زمان جدا يعني حاجه مش جديده قوي. وقعدت بقى اليوزرز دول عددهم يزيد لغايه ما وصلنا في الستينات ل 1.4 مليون. وبعدين بدانا بعد كده دخلنا بقى ايه في انه بقى في ديبلويمنت عالي يعني، فبدانا نخش في الجي اس ام بقى بدات تبان. وبعدين الاي اس 95 اللي هو 3 جي بدا الستاندرد بتاعه في 1993 وهكذا. فالثمانينات والتسعينات هي اللي بدا فيها يبقى الديبلويمنت بشكل كبير وواسع يعني. عندنا كمان في التسعينات برضه بداوا القصه بتاعه الوايرلس لوكال اريا نتوركس اللي هو الواي فاي اللي انتم بتتكلم عنه يعني دلوقتي. ده بدا الكلام ده بدا من التسعينات. وزي ما قلت لكم اول ستاندرد بيستخدم الاو اف دي ام كان في الفتره دي اللي هو اول واي فاي هي 802.11 وكان بيزد على الاو اف دي ام زي ما قلت لكم. طيب دي برضو بعض الحاجات اللي احنا عملناها هنا. في 99 عملوا حاجه اسمها الواي ماكس. كان في وقت من الاوقات في الفتره بتاعت 2009 دي او يعني في الالفينات في اوائل الالفينات يعني من 2000 ل 2010 كده او 2015 كانوا في ناس بتتكلم على وايرلس متروبوليتان اريا نتوركس اللي هي واي مان. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي هو اسمها واي ماكس ستاندرد. ما اعرفش حد فيكم سمع عن الواي ماكس ده قبل كده. الواي ماكس ده ستاندرد موجود علشان يربط اماكن ببعض، يعني مش انه بني ادمين يبقى ماسك تليفون اسمه واي ماكس، لا ان هو مثلا عاوز يربط بيلدنج ببيلدنج، فبدل ما يستخدموا مايكروويف او يستخدموا كابلات بيستخدموا حاجه اسمها واي ماكس. فبرضه واي ماكس ده هو كان فيري هوت في وقت من الاوقات، واحنا اكشولي في مصر دخلنا فيه بشده يعني في 2009 وعملنا ستاندرد ميتنج وبتاع. ده برضه كان بيزد على الاوف دي ام وكان فيه شغل كتير يعني. طيب دي ال برضه 3 جي نتوركس اند بيوند هي الفتره الاخرانيه اخر 20 سنه ايه اللي حصل فيهم. انا هنا يمكن زودت عن السلايدز اللي انا حطيتها لكم على جوجل كلاس روم، زودت الثلاث حاجات اللي تحت دي. ان احنا اول ال تي اي ديبلويمنت في مصر كان 2018 برغم من ان اول ال تي اي ديبلويمنت في العالم كان في 2009، فكان في ديلي جامد جدا. 2019 اول ناس بداوا ينزلوا 5 جي في كوريا، دلوقتي فيه تقريبا اظن 200 وايرلس نتورك ديبلويد يعني في العالم، موبايل نتورك ديبلويد في العالم في 5 جي. النمبر اوف موبايل يوزرز في العالم عدى 7 بليون وورلد وايد وعدى 93 مليون في مصر. فتقريبا دلوقتي في مصر البنتريشن از اولموست يعني 1 تو 1، وفي ناس كتير عندها اكتر من نمره، فيعني احنا وصلنا اولموست لساتوريشن انه التليفون الوايرلس فون يعني او الموبايل فون ده بقى خلاص موجود في كل حته يعني. طيب اي سؤال في المقدمه العامه دي؟ طيب تعالوا بقى نخش في اللي احنا الكونتنت بقى الماتيريال بتاعتنا. انتوا خدتوا في سنه ثانيه زي ما قلت لكم خدتوا ثلاثه فورير ترانسفورمز، تمام، اللي هو فورير ترانسفورم وفورير سيريز وديسكريت تايم فورير ترانسفورم. دول الثلاثه اللي انتوا ركزتوا عليهم. طيب السيجنالز دي كانت عامله ازاي؟ الفورير ترانسفورم الاساسي ده كانت السيجنال كونتينيوس وابريودك في الفريكونسي دومين وكونتينيوس وابريودك في التايم. هو فاكرين لما كنا بنبعت نرسم سيجنال كده في التايم دومين وتطلع لنا سيجنال ثانيه ايه في الفريكونسي دومين، وبيطلعوا الاثنين يعني واخدين الاكستنشن كده من ماينس انفينيتي لانفينيتي وما فيهمش جنرال يعني ما فيهمش اي بيريوديسيتي، تمام. طيب حد فاكر الفوري سيريز كانت ايه؟ في التايم دومين كانت ايه وفي الفريكونسي دومين كانت ايه؟ حد فيكم فاكر؟ الفوريير سيريز في التايم دومين كان شكلها عامل ازاي؟ كانت ايه؟ صح بيريودك صح؟ فاكرين فوريير سيريز كنا بنقول عندنا مثلا بتاع عامله كده ساين ويف مثلا صح؟ والفريكونسي دومين كانت ديسكريت وايه؟ ديسكريت وابيريودك، تمام؟ فكانت كونتينيوس وبيريودك في التايم دومين وكانت ديسكريت وابيريودك في ايه؟ في الفريكونسي دومين. طيب حد فاكر الديسكريت تايم فورير ترانسفورم كان ايه؟ كان في التايم دومين عامل ازاي؟ فاكرين؟ عندك سيجنال في التايم دومين عامله كده مثلا. فده التايم دومين ده ايه؟
كونتينوس ولا ديسكريت؟ ديسكريت. طيب بيريودك ولا ابيريودك؟ مش بيريودك. كام سيجنال كده وخلاص. فكانت ديسكريت وابيريودك في التايم دومين، وكانت بتتراجعنا في الفريكوانسي دومين كونتينوس وبيريودك. كويس؟ فانت بتلاقي ايه؟ بتلاقي هنا على طول العلاقه ما بين التو دومينز واضحه. لو انا عندي حاجه كونتينوس في ناحيه بتبقى ابيريودك في ناحيه. لو عندي حاجه ديسكريت في ناحيه بتبقى بيريودك في ناحيه. تمام؟ فكله ماشي بالقصه دي. اي حاجه ديسكريت تبقى بيريودك، اي حاجه كونتينوس تبقى ابيريودك من هنا لهنا. تمام؟ طيب انا عاوز دلوقتي استخدم الكمبيوتر في ان انا اشوف حاجه ليها علاقه بالفري ترانسفورم او اتعامل مع السيجنال في الفريكوانسي دومين. طيب انا عشان اعمل كده محتاج التايم والفريكوانسي دومينز يبقوا ايه؟ لو انا عاوز استخدمهم على الكمبيوتر. لازم التايم والفريكوانسي دومينز يبقوا ايه؟ ديسكريت ولا كونتينوس؟ ديسكريت، صح؟ عشان اعرف اتعامل بالكمبيوتر مع اي حاجه لازم تبقى ديسكريت. طيب تعالوا نبص هنا، لو بدأنا من السيجنال دي اللي هي دي اخر واحده. السيجنال دي اوريدي ديسكريت في التايم دومين، احنا هنبدأ بالتايم دومين هو ده الموجود في الاساس يعني. فانا عندي سيجنال ديسكريت في التايم دومين. طيب في الفريكونسي دومين طلع ايه بقى؟ ديسكريت وابيريودك في التايم دومين، اللي هي ديسكريت وابيريودك اللي هي عامله كده، شويه سامبلز هو الكيس اللي ممكن تبقى عندي موجوده في الحقيقه. الناحيه الثانيه بقى الدنيا عامله ازاي؟ بيريودك وكونتينوس. تمام؟ فانا ده لو انا اقدر اعمل ريبريزنتيشن لده في الكمبيوتر، ما اقدرش اعمل ريبريزنتيشن لده في الكمبيوتر. لانه الحاجه الكونتينوس دي انا مش عارف اعمل فيها حاجه. فاحنا هندور على فوريير ترانسفورم، هندور على فوريير ترانسفورم يبقى ديسكريت في بوث دومينز. تمام؟ انا عاوز اتصرف مع حاجه فيها سامبلز في التايم دومين وسامبلز في فريكونسي دومين عشان اعرف اتصرف. غير كده مش هعرف اعمل حاجه. فقالوا ايه؟ قال لك طيب دي معادلات انتوا المفروض عارفينها يعني. مش مشكله قوي دلوقتي بس خلينا نبص على دي. ف انا دلوقتي عاوز تايم اند فريكونسي دومينز الاثنين يبقوا ايه؟ ديسكريت. فقالوا ايه؟ قال لك طيب خلاص انا هبدا من الايكويشن دي اللي هو الديسكريت تايم فري ترانسفورم. احنا اوريدي عندنا التايم دومين ديسكريت. كويس؟ بس الفريكونسي دومين طلع كونتينوس. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنعمل سامبلنج في فريكوانسي دومين. يعني انا عندي الديسكريت تايم دومين عامل كده، الفريكوانسي دومين بتاع السيجنال دي هتبقى عامل كده. كده مثلا. ايا كان شكله يعني. فكونتينوس وايه؟ وبيريودك. فقال لك خلاص دي ديسكريت انما دي كونتينوس. فتعالى نسامبل دي ونشوف هيحصل ايه. تمام؟ زي ما عملنا في ايه يا جماعه؟ زي ما عملنا لما كان عندنا التايم دومين كونتينوس وقلنا احنا عاوزين نخزن التايم دومين ده على كمبيوتر. فقلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنسامبل التايم دومين. كويس، وبعد ما سامبلنا التايم دومين حصل ايه؟ طلعت لنا القصه بتاعت الاليسنج والافلام دي، فاكرين؟ ان انا لو عملت لو كانت السيجنال باند ليميتد وعملت لها سامبلنج بسرعه معينه هقدر ان انا ارجع السيجنال دي من السامبل سيجنال عن طريق ان انا اعمل لو باس فلتر، هو الكلام اللي خدناه في سنه ثانيه. تمام؟ فكونسبتشوالي في التايم دومين قدرت اعمل كده، قلت والله انا عندي سيجنال انا هعمل فيها سامبلنج واخزن السامبلز. وقت ما احب اطلع الكونتينوس سيجنال ثاني هاخد السامبلز دي ادخلها على لو باس فلتر هتطلع لي كونتينوس سامبل كونتينوس سيجنال بالظبط زي ما كانت قبل ما اعمل لها سامبلنج. ولقينا ان في كونديشن عشان اقدر اعمل كده، الكونديشن ده هو انه يبقى التايم دومين سيجنال باند ليميتد. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف لو عملنا نفس استخدمنا نفس الكونسبت في ان احنا نعمل سامبلنج للفريكونسي دومين هيحصل ايه؟ ادي التايم دومين سيجنال اللي هي اكس اوف ان، وادي الفريكونسي دومين ده مثلا الماجنتيود بتاعه اللي هو الازرق ده، وانا هسامبل الفريكونسي دومين. تمام؟ الفريكونسي دومين ده زي ما قلنا كونتينوس وبيريودك، فانا خدت 1 سامبل منهم يعني واعمل فيها ايه؟ سامبلنج. طيب فادي السيجنال اهي بعد السامبلنج، فريكونسي دومين بعد السامبلنج، انا شلت اوميجا وحطيت 2 باي على ان. تمام؟ في كي اللي هو سامبلز ورا بعض. طيب فهيطلع شكلها عامل كده، بدل اكس اوف ان اي اس ماينس جي اوميجا بقت اكس اوف ان اي اس ماينس جي 2 باي كي ان على ايه؟ على ان. وبعدين هفك دي
يعني هاخد كل ان منهم واعمل منها سميشن. فبدل ما كان عندي 1 سميشن كده من ماينس انفينيتي لانفينيتي بقى عندي انفينيت نمبر اوف سميشنز كل واحده فيهم على ان سامبلز من التايم دومين. ماشي، دي ماثيماتيكال مانيبيوليشن هنوصل بيها لحاجه. فاقدر اكتب السيجنال بالشكل ده. ماشي، اقدر اكتب السيجنال بالشكل ده. طيب وبعدين هاخد بقى الاثنين دول وايه واعكسهم بالشكل ده. فبقى عندي الفريكوانسي دومين ده اهو، سامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين هي سيجما من ان بتساوي 0 ان ماينس 1 بتاع السيجنال دي مضروبه في الاي. خلي بالكم السميشن الجواني الاي مفيش حاجه منها فيها ال، ال مش موجوده في الاي. فانا عندي السميشن الجواني اهو اللي هو ده كده، يعني دي ما فيهاش ال فدي لوحدها، يعني الحته دي كده لوحدها. هنشرح الكلام ده بالتفصيل، انا مش هخش سروق ماثيماتيكال ايكويشنز كتير بس هنخش سروق كونسبت. انت دي ماثيماتكس بسيطه يعني مش قصه صعبه، انت تقدر توصل الايكويشنز دي ببساطه مع نفسك، مفيش فيها اي مشكله، دي حاجات بسيطه جدا. فطلع عندي في الاخر ايه؟ طلع عندي في الاخر الشكل ده اللي هو السامبلد فريكوانسي دومين عباره عن من ان بتساوي 0 ان ماينس 1، من 0 ان ماينس 1 دول هم عددهم ان بتاع حاجه اسمها اكس بي اوف ان اي اس ماينس جي 2 باي كي ان على ان. انا هشرح لكم كل ده بالتفصيل. واقدر اقول ان اكس بي اوف ان، او اقدر اطلع اكس بي اوف ان دي من اكس اوف كي بالمعادله العكسيه اللي هي دي، زي اي فورير ترانسفورم. عندي حاجه بجيب منها فريكوانسي دومين وحاجه بجيب منها تايم دومين، بس اللي انا عاوز اعرفه بقى ايه التايم دومين؟ ايه هو اكس بي ده؟ تمام؟ انا هكمل وهرجع تاني لو في مشكله. طيب اكس بي اوف ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال اللي قدامكم دي. لو ان اكبر من ال، ال كابيتال ده هو عدد السامبلز اللي في التايم دومين. عدد السامبلز اللي في التايم دومين. فلو ان اكبر من ال، اكس بي اوف ان هيبقى شكلها عامل كده. اللي هي اكس اوف ان ومتكرره جنب بعضها بسيباريشن ان كابيتال. لو ان بتساوي ال هيجزقوا في بعض بالشكل ده، عندك اربعه سامبلز وبعديهم اربعه سامبلز وبعديهم اربعه سامبلز وهكذا. لو ان اقل من ال هيطلع لنا الشكل ده. كويس؟ الشكل ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا جامع الايه؟ الاكس بي اوف ان دي على بعضها. طيب خليني اشرح لكم هنا ايه الموضوع بالظبط. انا عندي سيجنال عامله كده اسمها اكس اوف ان. ماشي؟ طيب اكس اوف ان دي الفريكوانسي دومين بتاعها كونتينيوس. تمام؟ طيب الكونتينيوس فريكوانسي دومين ده انا جيت عملت فيه سامبلنج. تمام؟ عملت فيه سامبلنج. طيب من المعلومات اللي عندنا، من المعلومات اللي عندنا من هنا، لو انا عندي اي دومين فيه سيجنال ديسكريت، اي دومين فيه سيجنال ديسكريت، الناحيه الثانيه لازم يحصل لها ايه؟ لازم تبقى بيريودك. اي حاجه ديسكريت في دومين لازم تبقى بيريودك في الدومين الثاني. تمام؟ طيب الكلام ده احنا شفناه قبل كده، شفناه فين؟ شفناه لما عملنا سامبلنج في التايم دومين. لما عملنا سامبلنج في التايم دومين حصل ايه؟ لو تفتكروا التايم دومين سيجنال عامله كده، الفريكوانسي دومين بتاعها عامل كده. صح؟ عملت سامبلنج في التايم دومين، حصل ايه الفريكوانسي دومين؟ بقى عامل كده. صح؟ يبقى انا لما اكبرت التايم دومين ان هو يبقى ديسكريت عن طريق ان انا عملت سامبلنج في التايم دومين، الفريكوانسي دومين غصب عني، لان دي ناتشرال فينومينا ما اقدرش اعمل فيها حاجه، الفريكوانسي دومين غصب عني حصل له ايه؟ بقى بيريودك. يعني انا ما اقدرش اضحك على الفاكتس الحقيقيه اللي موجوده، اللي هو اي حاجه ديسكريت الناحيه الثانيه لازم تبقى بيريودك. تمام؟ فلما عملت ديسكريت في التايم دومين هنا، الفريكوانسي دومين حصل له ايه؟ بقى بيريودك. هنشرح بالتفصيل الثانيه، بس الثانيه كونسبشولي هي بالظبط زي دي. انا عملت ديسكريت في فريكوانسي دومين، الفريكوانسي دومين كان كونتينيوس ورحت واخد فيه سامبلز. الدومين الثاني لازم غصب عني يحصل فيه ايه؟ يبقى بيريودك. غصب عني. تمام؟ فاللي حصل ان انا لما عملت سامبلنج في التايم دومين، يعني في الفريكوانسي دومين، التايم دومين حصل له ايه؟ التايم دومين ده اللي هو مين؟ اللي هو التايم دومين اللي ريبريزنتد باي السامبلز اللي في فريكوانسي دومين. يعني انا كان عندي فريكوانسي دومين كونتينيوس كان بيمثل الاربعه سامبلز دول.
خليت الفريكوانسي دومين ده خليته ديسكريت عن طريق ان انا عملت فيه سامبلينج. فبقت السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين دي مش بتريبريزنت السيجنال دي، بقت بتريبريزنت السيجنال دي او دي او دي، وهنقول الفرق بينهم. تمام؟ يبقى انا الاوبجكتيف بتاعي كان ايه؟ الاوبجكتيف بتاعي، خلي بالكم، الاوبجكتيف بتاعي ان انا عاوز اعمل سامبلينج في الفريكوانسي دومين، يعني يبقى عندي سامبلز في الفريكوانسي دومين بتريبريزنت بشكل او باخر السامبلز اللي في التايم دومين. انا في الاخر مش عاوز يبقى فيه لوس زي بالظبط في التايم دومين لما عملت سامبلينج. انا عملت سامبلينج في التايم دومين وجالي فريكوانسي دومين اللي هو المثلثات اللي جنب بعض دي، والتايم دومين المثلثات اللي جنب بعض دي، انا قلت فهمت بقى انه ايه، لا ده انا ما عنديش مشكله ان الفريكوانسي دومين يبقى المثلثات اللي جنب بعض طالما المثلثات مش داخله على بعض، لانها طالما مش داخله على بعض وانا عملت فلتر كده هرجع الكونتينوس سيجنال دي زي ما هي بالظبط. تمام؟ يبقى انا كده اقدر ريبريزنت السيجنال باي السامبلز بتاعتها لو هي عندها باند ليميتد وانا عملت سامبلنج اكتر من دبل الباندويث، فساعتها يبقى السامبلز بتاعت التايم دومين دي بتريبريزنت التايم دومين سيجنال كلها وبتريبريزنت الفريكوانسي دومين سيجنال كلها. طب لو انا عملت سامبلنج بطيء هنا هيحصل ايه؟ البتوع دول هيخشوا في بعض، فبقت السامبلز اللي هنا دي ما اقدرش ارجع منها التايم دومين الاساسي ولا الفريكوانسي دومين الاساسي لانهم حصل ايه؟ لاسينج وعكوا. صح؟ فطلعت بالكونديشن بتاع انه لازم السيجنال تبقى باند ليميتد ولازم السامبلنج ريت يبقى اكتر من ضعف الباند ويدث بتاع السيجنال. تمام؟ ده اللي احنا عملناه في التايم دومين وده بالظبط اللي بيحصل هنا. احنا هنا عملنا، انا مش عاوز ادخلكم في الماثماتكس بالكتير عشان انا يهمني الكونسبت اكتر من الماثماتكس، الماثماتكس بسيطه جدا في المحاضره دي. انا هنا عملت سامبلنج، اكتشفت ايه من السامبلنج؟ ان السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين بتريبريزنت ده شكل فورير ترانسفورم ايكويشن. فلقيت ان الفريكوانسي دومين ده اللي هو السامبلد هو بير مع السامبل الاكس بي اوف ان مش اكس اوف ان. اللي هنقول عليها اكس بي اوف ان دي ايه بالظبط؟ يعني لما اجبرت الفريكوانسي دومين ان هو يبقى ديسكريت طلع لي بيريبريزنت مش اكس اوف ان اللي انا عاوزها، طلع لي بيريبريزنت حاجه اسمها اكس بي اوف ان اللي هي دي. خلاص؟ دي حاجه مش بمزاجي، انا كان نفسي هنا اكتب اكس اوف ان. طلع لي اكس بي اوف ان ليه؟ لانه لازم طالما ده ديسكريت ده هيبقى بيريودك، عشان كده البي دي بتبريزنت بيريودك. فدي اسمها ايه؟ البيريودك فيرجن من السيجنال اكس. طيب بيريودك ببيريود كام؟ بيريودك ببيريود ان اللي هي مين ان؟ اللي هو النمبر اوف سامبلز اللي انا خدتها في الفريكوانسي دومين في الايه؟ في البيريود بتاعت الفريكوانسي دومين. فطلع لي ان اكس بي اوف ان دي هي نفسها اكس اوف ان بس متكرره من ماينس انفينيتي لانفينيتي كل ان. فهحط السيجنال اكس عند زيرو واحط السيجنال اكس عند ان وعند 2 ان وعند ماينس ان لغايه ماينس انفينيتي وبلس انفينيتي. فبقى عندي السيجنال اكس بي اوف ان دي هي الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال اكس اوف كي اللي هو السامبلد فيرجن من اكس اوف اوميجا. فبقى التو سيجنالز دول ايه؟ هم الفورير ترانسفورم بتوع بعض. طيب انا اكس اوف بي دي مش هي دي اللي تهمني، اكس بي اوف ان دي حاجه طلعت لي وانا بقى ايه؟ وانا بسامبل، مش هي دي اللي تهمني. انا اللي يهمني مين؟ اكس نفسها مش اكس بي. فاكس نفسها دي علاقتها ايه باكس بي؟ وعلاقتها ايه بان اللي هو السامبلنج ريت في الفريكوانسي دومين او النمبر اوف سامبلز في الفريكوانسي دومين، وال اللي هي النمبر اوف سامبلز في التايم دومين. علاقتهم ايه ببعض؟ تقدر تشوف ايه من اللي قدامك؟ تقدر تقول انا وصلت لحاجه كويسه لو عملت ايه؟ حاجه كويسه يعني ايه؟ يعني انا اقدر ريبريزنت التايم دومين سيجنال بسامبلز في الفريكوانسي دومين. ايه اللي يحصل هنا؟ ايه الحاجه اللي تقول اه والله لا ده هو ده اللي احنا عاوزينه فعلا؟ ده اللي حصل ده هو ده بالظبط اللي انا عاوزه. اتكررت كتير ورا بعض بس مش هي دي الفكره، انا عاوز في الاخر اكس اوف ان تبقى ريبريزنتد باي اكس اوف كي، يبقى ايه؟ قولي. مش سامعك خالص. لا مش كان مجانيتها تبقى انفينيتي. في حاجه اسهل من كده بكتير، مش لازم مجانيتها تبقى انفينيتي. قول. انك تقدر ترجع سيجنال تاني صح؟ اللي هو ايه الكونديشن بقى اللي طلعك من هنا؟ الان اكبر من او تساوي ال. لو انا خدت سامبلز في فريكوانسي دومين عددها اكبر من السيجنال الاساسيه بتاعتي هيحصل ايه؟ دول هيبقوا بعاد عن بعض انف
ان مش هيحصل منهم what we call a time domain aliasing. time domain aliasing ده اخو frequency domain aliasing بتاع زمان. frequency domain كان بيحصل ايه لما كنا بنعمل sampling؟ كنا بنقول احنا هنيجي كده ونروح ايه عندنا المثلث اهو، وهنجيب مثلث تاني نحطه عند اف اس وعند ماينس اف اس وهكذا، صح؟ كنا بنعمل كده، بنقول اه والله ده انا ده اللي هيحصل لي ان انا لما هعمل سامبلنج في التايم دومين البتاعه دي هتيجي هنا كده. فلو كان الباند ويدث بتاع السيجنال اصغر من اف اس على 2 المثلثات دي مش هتخش في بعض. طيب السيجنال بتاعتنا بقى اللي هي دي اكس بي ايكوال مش عارف ايه، دي عباره عن ايه؟ انا عندي دول اهم وعندي واحده ثانيه منهم عند ان. تمام؟ طيب وواحده عند 2 ان و3 ان وماينس ان وماينس 2 ان، فهجمع دي على دي اللي هي اكس بي عباره عن ايه؟ مجموع كل دول على بعض. فلو ان دي وقعت في نقطه هنا مفيش قدامها حاجه من البيريود اللي قبلها، يبقى انا اقدر ايه؟ يبقى السيجنال عندي اهي، يبقى في 1 بيريود من اكس بي هتبقى هي السيجنال اكس. يعني انا لو عملت عدد سامبلز كبير انف في الفريكونسي دومين انه يبقى اكتر من عدد السامبلز اللي في التايم دومين، ساعتها اكس بي اوف ان هيبقى شكلها عامل كده، وساعتها 1 بيريود في اكس بي هي هتبقى بالظبط اكس، فمش هتحصل لي مشكله. لو انا خدت عدد سامبلز في الفريكونسي دومين اقل من عدد السامبلز اللي في التايم دومين، هاجي اجمع دول على بعض هيخشوا في بعض، هيجي لي الشكل ده. انا عندي السيجنال دي كام؟ 4 3 2 1. فانا جيت حطيت ان بتساوي ال، دول خلاص جم جنب بعض. طيب ان اصغر من ال يعني ان ب 3، فهيحصل ايه؟ لما هاجي احط دول اول واحده من البيريود دي هتخش على اخر واحده من البيريود دي، ودي هتخش على اخر واحده من البيريود اللي قبلها، فهتلاقي ان بقى عندك 4 3 2 1 بقى عندك ال 4 وال 1 اتجمعوا على بعض وبقى عندك 5 3 2. فال 1 بيريود من اكس ما بقتش ليها علاقه، او يعني ليها علاقه بس ما بقتش اقدر افكها واجيب منها الاربعه بوينتس تاني، عندي اثنين دخلوا على بعض زي ما المثلثات دي كان ممكن تخش على بعض وما اقدرش افكهم. هنا برضه نفس الكلام، السيجنالز التو بيريودز بتوع السيجنال دخلوا على بعض وبقى عندي 3 5 3 2 وما بقتش اقدر اعرف ان الخمسه الاولانيه دي اساسها 4 التايم 0 و1 التايم 3. خلاص ما اقدرش السامبلز بتاعت الفريكونسي دومين اللي هم لو انا اخدت 3 سامبلز في الفريكونسي دومين لو رجعتهم للتايم دومين وخدت 1 بيريود هلاقي ان البيريود دي فيها 3 نقط قيمتهم 5 و3 و2. فحصل لي الحاجه اللي اسمها ايه؟ تايم دومين اليسنج. يبقى انا لو خدت نمبر اوف سامبلز بقينا هنوصل بقى الكونديشن شبه الكونديشن بتاع التايم دومين سامبلنج. يبقى انا لو عملت سامبلنج في الفريكونسي دومين اقل من عدد السامبلز اللي في التايم دومين هيحصل لي حاجه اسمها تايم دومين اليسنج، وساعتها مش هقدر ارجع التايم دومين من الفريكونسي دومين تاني. يبقى ساعتها النمبر اوف سامبلز اللي في الفريكونسي دومين دول does not accurately represent السامبلز بتوعي اللي في التايم دومين. تمام؟ ده بيسموه ايه؟ تايم دومين اليسنج. بس الكلام ده معناه ايه؟ اتفضل. عشان انت اللي بتعمل له اللي موجود في الفوريير ترانسفورم هو مين؟ اكس بي. اكس بي شكلها ايه؟ شكلها البيريود دي اللي هي السيجنال الاساسيه وبكررها كل 0 وان و2 ان و3 ان واجمعها على بعضها. فهاجي احط واحده عند 0 وواحده عند ان. الان دي مثلا ب 3 اللي هو في الكيس اللي هنا، الان ب 3. فلو ان ب 3 هيحصل ايه؟ البيريود الثانيه دي الكبيره بتاعتها هتيجي هنا. هتيجي في النقطه دي. فبقت اكس بي عباره عن الرقم ده اللي هو 3 وده 2 وده بقى 1 زائد 4. فحصل لي التايم دومين اليسنج اللي هو ده، وبقى الثلاثه سامبلز اللي في الفريكونسي دومين لما هعمل لهم انفرس فورير ترانسفورم اللي هو الايكويشن اللي تحت هتجيب لي حاجه بيريودك البيريود فيها ثلاثه سامبلز، السامبلز دول قيمتهم 5 و3 و2 وما اقدرش افكهم تاني وارجعهم 4 3 2 1. تمام؟ يبقى زي ما احنا عملنا في التايم دومين سامبلنج وقلنا ان التايم دومين سامبلنج ده لو انا عملت سامبلنج بريت عالي هبعد المثلثات دي عن بعض، لو انا عملت بريت واطي هدخل المثلثات في بعض. الكونديشن ان اف اس اكبر من 2 بي. هنا نفس الكلام، لو ان اللي هو النمبر اوف سامبلز اللي في الفريكونسي دومين اكبر من او تساوي ال اللي هو عدد السامبلز اللي في التايم دومين هقدر اريبريزنت السيجنال بالسامبلز بتاعت الفريكونسي دومين. فبقت السامبلز بتاعت الفريكونسي دومين دي بتريبريزنت ايه؟
تايم دومين والفريكوانسي دومين، واقدر اروح واجي ما بينهم زي ما انا عاوز، واعمل حاجات كتيره زي ما هنشوف يعني. تمام؟ فده الكونديشن المهم ان هو ايه؟ انه ان تبقى اكبر من ال عشان اقدر اشوف السيجنال، واقدر اجيب السيجنال واوديها بشكل مناسب. تمام؟ يبقى النهايه هو الحته اللي هنا دي، لو انا عندي عارف انه ال ان بتاعتي اكبر من ال ال، يبقى اقدر ادروب البي. اقول والله اكس اوف ان اجيب منها اكس اوف كي، واكس ان دي اجيبها من اكس اوف كي. لو انا عارف الان اكبر من ال، يبقى دول هيبقوا رايحين وجايين مع بعض، وبقى عندي سامبلز في التايم دومين وسامبلز في الفريكونسي دومين، اقدر اتعامل ما بينهم واروح واجي ما بينهم زي ما انا عاوز. اوكي؟ اي سؤال؟ طيب تعالوا نشوف اكزامبل. عاوزين نجيب الدي اف تي بتاع السيجنال دي. عاوزين نجيب الدي اف تي بتاع السيجنال دي. السيجنال دي عباره عن ايه؟ عن مجموعه وحايد كده جنب بعض. ال وحايد جنب بعض، وعاوز اشوف الفريكونسي دومين بتاعهم عامل ازاي. الديسكريت فريكونسي دومين بتاعهم. فاول حاجه هنجيبها اكس اوف اوميجا اللي هي دي. اكس اوف اوميجا دي اللي هو الكونتينيوس فريكونسي دومين بتاعنا. ماشي؟ فالكونتينيوس فريكونسي دومين بتاع السيجنال دي اللي هو اسمه الديسكريت سينك. بتاع ده اسمه ديسكريت سينك. والديسكريت سينك ده طبعا موجود من ماينس انفينيتي لانفينيتي، لكن انا برسم البيريود الواحده بتاعته هي من 0 ل 2 باي. وده متكرر بقى. دايما بنقسم 1 بيريود من السيجنال. ماشي؟ طيب عملنا بقى ايه؟ سامبلنج في البتاع ده. لو عملنا سامبلنج كل ال، يعني خدت ان سامبلز في الفريكونسي دومين يساووا ال اللي موجودين في التايم دومين، هلاقي النقط اللي جايه لي، طبعا انا مش راسم رسومات كتير، بس هي الرسمه اللي هتجيلي هي مين؟ هسامبل هنا كل 100، فلو ان بتساوي ال، كاني بسامبل في بتاع اللي قدامكم ده كل 100، فبقى عندي نقطه عندي 0 100 200 300 400 وهكذا. تمام؟ فكاني اشوف رقم كبير كده وجنبه ايه؟ 9 اصفار. تمام؟ طيب لو سامبلت كل 2 ال، كل 2 ال دي، او يعني مش كل 2 ال، يعني خدت 2 ال سامبلز في الفريكونسي دومين، هيحصل ايه؟ هيجي لي النقطه اللي في النص، يبقى كاني بسامبل في بتاع الجرافيك قدامكم ده كل 50. يبقى انا لو خدت ان بتساوي 2 ال، هاخد هنا وهنا وهنا، وبعدين الكبيره هتجي لي ايه؟ بتاع عامله كده، البيك والزيرو، البيك والزيرو. طيب لو خدت ان بتساوي 4 ال، هيجي لي كل السامبلز اللي قدامي دول. صح؟ طيب الكلام ده كده يوضح لي ايه؟ حالتك صعبه قوي. معناه ايه الكلام ده؟ نفهم منه ايه؟ يعني عاوزك تديديوس حاجه، يعني توصل لكونكلوجن في الكلام اللي انا قلته ده، تقول لي والله اه ده كده معناها مثلا كذا. حد يقول قولي. ده مش تايم دومين، ده فريكونسي دومين. ده اللي قدامي ده فريكونسي دومين. ها؟ مش بترجعيهاش. انت ما بترجعيش في فريكونسي دومين. انا بسامبل الفريكونسي دومين ده اهو. ده الفريكونسي دومين بتاعي الكونتينيوس. تمام؟ خدت فيه عدد ان من السامبلز. خلاص؟ فده الفريكونسي دومين بتاعه اهو. كونتينيوس فريكونسي دومين اللي انا ما اقدرش اوصل له لانه كونتينيوس. كويس؟ فانا دلوقتي ايه؟ انا ما اقدرش اشوف ده، لكن اقدر اشوف سامبلز من ده. تمام؟ ادي السامبلز اهي. بتعبر عن مين؟ تمام. انا دلوقتي على حسب الابلكيشن بتاعي. يعني ايه على حسب الابلكيشن بتاعي؟ دي حاجه مهمه برضه لازم تبقى فاهمينها. احنا لو مجرد عاوزين نروح ونيجي ما بين، لا يا باشمهندس، باشمهندس، لو عاوزين نروح ونيجي ما بين التايم والفريكونسي، اقفل بقى. لو عاوزين نروح ونيجي ما بين الفريكونسي والتايم دومينز، انا كفايه عليا ان انا اخد ان بتساوي ال. يعني انا لو ان بتساوي ال، خلاص انا رايح وجاي ما بينهم من غير اي مشكله. طيب لو الاوبجكتيف بتاعي ان انا اتفرج على الفريكونسي دومين، عاوز اشوف الفريكونسي دومين ده شكله ايه؟ كويس، عاوز اشوف الفريكونسي دومين شكله ايه؟
يبقى ساعتها كل ما بنزود عدد السامبلز كل ما بسامبل في الكونتينوس فريكوانسي دومين بنقط اكتر، فكل ما بشوف الكونتينوس فريكوانسي دومين بشكل احسن باخد منه سامبلز، فايه كل ما بسامبل فيه اكتر كل ما بشوف الشكل وبشوف اه والله البتاع دي عامله كده وفي هنا بتاع عامله كده وهكذا. كويس، يبقى هنا لازم ناخد بالنا من الحكايه دي. لو انا بجرب بقى انا رايز سيجنال كده ان انا رايح وجاي زي ما هنشوف يعني في ابلكيشنز كتير، انا ما ببقاش همني شكل الفريكوانسي دومين، انا يهمني ان انا ما اخسرش حاجه، ان انا رايح وجاي ما بين التايم والفريكوانسي دومينز بتاعت السيجنالز بتاعتي من غير لوس. كويس، فساعتها باخد ان بيساوي ال. لو انا الاوبجكتيف بتاعي ان انا اتفرج على الفريكوانسي دومين بتفاصيله، ممكن تلاقي مثلا بتاع عامل كده لكن في مثلا ايه في مثلا حاجه مثلا بيك هنا كده مثلا. كويس، انا عشان اشوف البيك اللي هنا ده محتاج اسامبل كتير، انا مش عارف البيك فين، فمحتاج اخد بقى مدى مثلا 4 ال اخد 10 ال 50 ال. لو انا عاوز اوصل للريزوليوشن زي ما هنتكلم المحاضره اللي جايه، لو عاوز اوصل للريزوليوشن ايه جامده في الموضوع ده هاخد كتير بقى سامبلز كتير. لو انا مجرد عاوز اروح واجي ما بين التايم وفريكوانسي دومينز يبقى ايه كفايه قوي عليا ان بتساوي ال. ماشي، طيب ده اللي احنا اتكلمنا فيه برضه من شويه، و يعني هو عايدينه هنا بالتفاصيل شويه. ده التايم دومين سيجنال خدت فيها سامبلز، طلع لي الفريكوانسي دومين عامل كده، عملت لو باس فلتر طلع لي الكونتينوس سيجنال من الايه من السامبلز بتاعته. هنا بقى نفس الكلام، انا عندي فريكوانسي دومين عملت فيه سامبلز طلع لي بيريودك سيجنال، تمام، خدت 1 بيريود منها طلعت لي السيجنال تاني، هما الاثنين شبه بعض جدا زي ما انتم شايفين كده. واحده فيهم بسامبل التايم دومين وبعدين بعمل فلتر على السامبلز بيطلع لي السيجنال تاني، هنا بسامبل الفريكوانسي دومين وبعمل فلتر برضه بيطلع لي السيجنال تاني، فالاثنين شبه بعض قوي. طيب ده اكزامبل تاني، تعالوا بقى نبص عليه برضه. دي سيجنال اكس اوف ان يا جماعه، التليفون اي حد تليفونه يرن ياخد بعضه ويطلع بره المحاضره، مش عايز اسمع تليفونات خالص ولا اي حاجه، ولا اذان ولا الارم ولا اي حاجه خالص، ولا مسج ولا اي بتاع، اي حد مش عايز اسمع صوت تليفون. طيب دي السيجنال اكس اوف ان، هما شويه سامبلز دول. الكونتينوس فريكوانسي دومين هو ايه بتاع اللي قدامنا ده. السيجنال اكس اوف ان دي موجوده لغايه فين؟ يعني طول السيجنال اكس اوف ان ده قد ايه؟ بالطريقه اللي مكتوبه قدامكم دي. عدد السامبلز اللي موجوده في اكس اوف ان كام؟ اكس اوف ان بتساوي ايه اوف ايه اس ان يو اوف ان. انفينيتي صح؟ احنا مش رسمين غير شويه بس هي مكمله كده لغايه انفينيتي. طيب لو انا عدد السيجنالز اللي في التايم دومين ده انفينيتي، يبقى الفريكونسي دومين اللي ممكن يعملها ريبريزنتيشن يبقى كام؟ accurate representation. انا عندي سيجنال طولها انفينيت في التايم دومين وعاوز اعملها ريبريزنتيشن ب عدد من السامبلز في فريكوانسي دومين، يبقى لازم اكوردنج اللي احنا لسه قايلينه من خمس دقائق لازم يبقى عندي كام؟ انفينيت صح؟ هل في حاجه اسمها انفينيت؟ مفيش حاجه اسمها هخزن انفينيت ايه على الكمبيوتر؟ مفيش حاجه اسمها انفينيت. فاحنا هنا عاوزين نتفرج على السيجنال دي لما نعملها سامبلنج اللي هو هيبقى فاينايت هيحصل ايه؟ تمام؟ طيب فادي اكس اوف اوميجا اللي هي انفينيت. هي شكلها عامل كده. طيب اكس اوف كي بقى شكلها عامل ازاي؟ سامبلز من اللي احنا لسه شايفينها، هاخد فيها سامبلز. تمام؟ خدت فيها كام؟ ان سامبلز. طيب لو انا خدت الان سامبلز دول ودخلتهم على المعادله بتاعت الاي دي اف تي، ايه الاي دي اف تي دي؟ اللي هي كانت بتطلع لي اكس بي اوف ان من اكس اوف كي، عشان انا كان عندي معادلتين تحت بعض، واحده فيهم اكس اوف كي ايكوال حاجه اكس بي اوف ان، والثانيه اكس بي اوف ان ايكوال حاجه من اكس كي. تمام، فلو انا خدت السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين وطلعت منهم اكس بي اوف ان، اكس بي اوف ان اللي هتطلع دي تفتكروا هتطلع بالظبط زي اكس اوف ان ولا مختلفه؟ هتطلع مختلفة ليه؟ مش سامعك. أنا
تمام، احنا واخدين الامبر اوف سامبل زي اقل من انفينيتي، يبقى لازم اكس بي اوف ان دي هتطلع مش هتبقى زي اكس، لان انا مش واخد انفينيت نمبر اوف سامبلز في الايه في فريكوانسي دومين، انا واخد ان، فهتلاقي اكس بي اوف ان دي هتطلع شكلها عامل كده، بدل ايه اس ان يو اوف ان بقى شكلها ايه اس ان على 1 ماينس ايه اس ان كابيتال، وبقت موجوده من 0 ان ماينس 1 بس مش من 0 انفينيتي. تمام؟ طيب انا عاوز اوريكم. طيب السيجنال الحمراء هي الكونتينوس فريكوانسي دومين الاساسي الاصلي. تمام؟ طيب الكونتينوس فريكوانسي دومين ده خدت فيه سامبلز اللي هي السامبلز السودا دي. تمام؟ فطلع لي اكس كي هي ايه؟ السامبلز السودا. تمام؟ طيب جيت السامبلز السودا دي وحاولت اعمل منهم كونستراكشن للاكس اوف اوميجا. يعني خدت السامبلز اللي في الفريكوانسي دومين وقلت انا هطلع منهم الكونتينوس فريكوانسي دومين. تمام؟ هقول لكم هنطلعهم ازاي بس يعني واحده واحده. فلقيت ان الكونتينوس فريكوانسي دومين ده لو طلعته من السامبلز من ال 10 سامبلز اللي انا واخدهم دول حاولت تاني اريكونستراكت الفريكوانسي دومين الكونتينوس، هلاقي الكونتينوس فريكوانسي دومين ده طلع لي مين؟ الازرق. يبقى انا لو حاولت اطلع الكونتينوس فريكوانسي دومين من السامبلز بتاعت الفريكوانسي دومين او من السامبلز بتاعت التايم دومين اللي هي دي كويس، مش هيطلع لي اكس اوف اوميجا، هيطلع لي بتاع الازرق ده. تمام؟ يبقى انا عدد السامبلز اللي عندي لما خدتهم في الفريكوانسي دومين اقل من طول السيجنال اللي في التايم دومين اللي هو كان انفينيت، التايم دومين بتاعي اتلخبط حصل فيه التايم دومين اليسنج، والكونتينوس فريكوانسي دومين اللي بقى ريبريزنتد باي التايم دومين سامبلز دول بقى برضه ايه؟ مش هو الحاجه الصح. يبقى انا لو انا واخد سامبلز في التايم دومين في الفريكوانسي دومين اقل من طول السيجنال في التايم دومين هتحصل لي لخبطه في التايم والفريكوانسي دومينز في الاثنين لو انا عاوز اشوفهم بالتفصيل. طيب سؤال، امتى هنا الازرق ده هيقرب من الاحمر؟ لو عدد السامبلز زاد. ليه؟ لانه لو عدد السامبلز زاد انا دايما عندي النقطه السوداء دي كومن ما بين الاثنين دومينز اللي هو سامبلز في الاساسي وهي سامبلز في الريكونستراكتد، فكل ما انا هقرب عدد السامبلز وهزودها هلاقي البتاعة دي بدل ما هتطلع كده هتعمل كده. تمام؟ فكل ما هزود عدد السامبلز اللي في الفريكوانسي دومين كل ما هقرب اكتر من الحقيقة. تمام؟ طيب الريكونستراكتد سبيكترم ده برجعه ازاي؟ برجعه بحاجة من اتنين، يا اما اخد السامبلز اللي طالعة لي اللي هي دي. تمام؟ انا خلاص السيجنال اكس مشيت خلاص، لما عملت سامبلز فريكونسي دومين ما بقاش في اكس، بقى في اكس بي. فبقى عندي سيجنال اسمها اكس بي، ال1 بيريود بتاعتها عامله كده، هاخد السيجنال اسمها اكس بي دي واطلع لها فريكونسي دومين، ادخلها على الايكويشن بتاعت الفريكونسي دومين اللي هي الايكويشن العاديه بتاعتنا اللي هي دي. تمام؟ فده ريكونستراكتد فريكونسي دومين. ان انا باخد اكس بي اللي طلعت لي نتيجه السامبلنج فريكوانسي دومين ده واروح مدخلها على الايكويشن بتاعت الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم اللي هو كونتينوس فريكوانسي دومين واطلع منه الكونتينوس فريكوانسي دومين تاني، فبقى الكونتينوس فريكوانسي دومين شكله عامل كده. فده الكونتينوس فريكوانسي دومين الجديد وده الكونتينوس فريكوانسي دومين الاصلي اللي هو مكتوب هنا ده اللي هو ده ماشي، هو كان 1 على 1 ماينس اي اي اس ماينس جي اوميجا بقى هنا اهو 1 على 1 ماينس اي اي اس جي اوميجا، شايفين رايح الحته دي كده، دول بقى الزياده اللي جت او الرخبطه اللي حصلت نتيجه ان انا واخد ان ما بتساويش ايه؟ انفينيتي. لو ان بتساوي انفينيتي ايه ده اصغر من 1 هتلاقي البتاعتين دول دي هتبقى صفر ودي هتبقى صفر، فبقى عندك وقت بقى خلاص قربت قوي من الحقيقه لو ان ايكوال انفينيتي، ان مش انفينيتي فانت عمال ايه؟ تشخبط شكل الريكونستراكتد فريكونسي دومين. ماشي؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب في بقى شويه بروبرتيز كده للدي اف تي كتير منها شبه الحاجات اللي انتوا خدتوها في فري ترانسفورمز الثانيه،
وفي حاجات مختلفه شويه. فاحنا مش هنفوكس قوي على الحاجات العاديه. يعني الحاجات العاديه هي ايه؟ هي مثلا الاديشن والكلام ده والقصص اللي بتاعتنا دي. لكن احنا هنا هنتكلم على الحاجات اللي هي المختلفه شويه. فاول حاجه هنا الريبريزنتيشن بتاعنا بنعمل كده، يعني اكس ان اكس كي دول، ده معناها ان دي الفوجير ترانسفورم بتاع ده، الدي اف تي بتاع ده، ماشي؟ اكس كي بتساوي كذا واكس ان بتساوي كذا، دي المعادلات اللي كانت موجوده قبل كده. ساعات الناس بتختصر الاي اس ماينس جي 2 باي على ان بدبليو ان، تمام؟ الحاجه الثانيه انه في الايكويشنز اللي فوق دي كلها الاكس اللي محطوطه دي، كويس؟ احنا بقى ايه؟ هنأسيوم دايما لو يعني لو ما فيش اي حاجه ثانيه اتقالت، هنأسيوم دايما ان عدد السامبلز اللي في التايم دومين اقل من عدد السامبلز اللي في الفريكونسي دومين. فاحنا دايما لما بنيجي نتعامل مع فوجير ترانسفورم بالشكل ده بنقول والله انا عندي عدد سامبلز ليميتد في التايم دومين ليهم اي قيمه، وانا هعمل لهم دي اف تي، وعدد السامبلز اللي في الفريكونسي دومين دول هيبقوا اكتر من او تساوي عدد السامبلز اللي في التايم دومين. فاحنا دايما هنأسيوم unless otherwise indicated انه عدد السامبلز اللي في التايم دومين اقل من عدد السامبلز اللي في الفريكونسي دومين. وهدروب نتيجه كده بقى هدروب بي، تمام؟ هدروب الايه؟ البي اللي احنا كنا بنكتبها. فهتلاقيني هنا كاتب ان اكس كي واكس ان دول ديسكريت فوري ترانسفورمز بتوع بعض. وانا فاهم لما بكتب كده ان انا السامبلز بتاعتي في الفريكونسي دومين اكتر من السامبلز في التايم دومين، لان لو اسامبشن ده غلط دي مش هتبقى اكس، دي هتبقى اكس بي، تمام؟ لكن انا بضرب البي دي لان انا عارف ان انا واخد بالي من الموضوع ده. وساعتها اكس بقى اللي انا كاتبها دي هتبقى غصب عني بيريودك، الايكويشنز شايفاها بيريودك، مع ان هي اكس في الحقيقه ايه؟ هم اربعه سامبلز مثلا زي الرسمه دي، لكن الايكويشنز بتاعت الدي اف تي بتعامل اكس على انها بيريودك سيجنال. فبقت الاكس اللي متشافه في المعادله، الاكس اللي مكتوبه هنا دي هي بيريودك سيجنال، مع انها في الحقيقه هم اربعه سامبلز. يعني هي في الحقيقه مش بيريودك، هي في الحقيقه اربعه سامبلز، لكن لما عملت سامبلنج في فريكونسي دومين طلعت لي اكس بي. الاكس بي دي انا عارف ان انا ما عنديش تايم دومين اليسنج، ذيرفور ال1 بيريود من اكس بي هي اكس. فبقينا بنكتب اكس دي كانها اكس بي. فبقت كل المعادلات شايفه البريودك فيرجن بتاعت اكس، لكن انا بكتب اكس، ماشي؟ دايما هتلاقي الناس تكتب اكس اوف ان مع اكس اوف كي، مع ان اكس اوف ان دي مجموعه سامبلز ما هياش بريودك سيجنال، ماشي؟ ده نوتيشن يعني متعرف عليه. طيب في عندنا بقى ايه؟ مجموعه من البروبرتيز اللي موجوده للدي اف تي. اول حاجه اسمها السيمتري بروبرتيز. السيمتري بروبرتيز دي ودي هنستخدمها كمان خمس ست محاضرات لما هنيجي نتكلم على الدي ام تي. دي من البروبرتيز اللي بنستخدمها يعني في القصه دي. سيمتري بروبرتيز يعني ايه؟ لو انا عندي اكس اوف ان، ده دي السيمتري بروبرتيز بتهمنا يعني او اكتر حاجه احنا بنستخدمها. لو اكس اوف ان از ريل ذن اكس اوف كي ايكوال اكس كونجيجيت اوف ان ماينس كي. ماشي؟ فدي سيمتري بروبرتي هتبصوا عليها دلوقتي بس مش هتفهموا حتى احنا كاتبينها ليه بالظبط، لكن هتبان لكم كمان خمس ست محاضرات البتاعه دي مهمه ليه. وفي بقى بروبرتيز ثانيه موجوده لو السيجنال بقى ايفن او اود او ايماجينري او كده في دومين منهم، الدومين الثاني يبقى عامل ازاي. كان في سيمتري بروبرتيز برضه هتلاقيكم خدتوا عليها مسائل كتير في سنه ثانيه بقى مع الفوجير سيريز والفوجير ترانسفورم والحاجات دي كلها. طيب بارسيفال ثيرم اللي هو برضه ايه، ده من الحاجات اللي موجوده في كلهم، يعني انه لو انا عندي كده سيجما اكس اوف ان واي كونجيجيت هي بالظبط هي اكس اوف كي واي كونجيجيت، او بقى لو انا عاوز اجيب الانرجي اللي هو سيجما مجموع ماجنتيود اكس اوف ان سكويرد هو 1 على ان مجموع اكس اوف كي سكويرد. ده اسمه بارسيفال ثيرم. طيب في برضه حاجات بسيطه من اللي انتم عارفينها موجوده قبل كده، يعني اللي هو اللينياريتي والشيفت. لو ضربت في كونستنتس وجمعت هو كانك بتضرب في كونستنتس وبتجمع، دي حاجات معروفه يعني. حاجه بقى يمكن الاولانيه بقى احنا نبدا نبص عليها بشكل مختلف شويه اللي هي الشيفت. الشيفت طيب الشيفت في الدومين بتاع الدي اف تي كده الشيفت معناه ايه؟ زي ما قلنا اي اوبريشن بتحصل وذين الدي اف تي هي مش بتحصل على اكس، هي بتحصل على اكس بي، كويس؟ ف
فالشيفت بتاعنا ما بقاش هو الشيفت اللي احنا عارفينه لو السيجنال الاربعه سيجنالز دول موجودين من ماينس انفينيتي لانفينيتي اربعه بوينتس دول. فانا لو هعمل شيفت ايه؟ هاخد اربعه واجيبهم كده واخد اربعه واديهم كده واخد اربعه ايه؟ اوديهم يمين وشمال ويبقى ده شيفت سيجنال اكس اوف ان بعدين اكس اوف ان ماينس ام هجيبها يمين واجيبها شمال اند سو اون. طيب الكونسبت بقى بتاع الشيفت في الدي اف تي مش كده. الكونسبت بتاع الشيفت في الدي اف تي هو ان انا بعمل الشيفت ده على البريودك سيجنال. تمام؟ فانا دايما بريفير للبريودك سيجنال وبعدين ببص على 1 بيريود من البريودك سيجنال. اوكي؟ ده اللي احنا هنعمله على طول. طيب فالشيفت هيبقى شكله ايه بقى؟ الشيفت بيحصل على اكس بي، فاكس بي اوف ان ماينس ام هيساوي المنظر ده، يعني ايه؟ ادي السيجنال اهي. تمام؟ دي السيجنال اكس. في حقيقه الامر اللي احنا بنتعامل معاه هو مين؟ اكس بي. ففي حقيقه الامر اللي عندي مش اكس، اللي عندي اكس بي. الشيفت هيبقى ابلايد على مين؟ على اكس بي. فدي مثلا اكس بي اوف ان ماينس 1. اكس بي اوف ان ماينس 1 يعني ايه؟ يعني انا هاخد اكس بي دي اللي موجوده من ماينس انفينيتي لانفينيتي واروح ايه؟ عمليه شيفت واحد لليمين. فاخدت البتاع دي كلها كده ورحت عمليه شيفت كده. فبقت النقطه الاولانيه اللي عند تايم 0 بقت عند تايم 1. اوكي؟ فده الشيفت العادي بتاعنا. طيب بعد كده هبص على ايه بقى؟ هبص على 1 بيريود، انا دايما ببص على 1 بيريود. دايما ببص على 1 بيريود. فلما السيجنال اكس اهي وادي السيجنال اكس، بصوا بقى كاتبينها ازاي؟ ان ماينس 1 بين اربع اقواس كده، قوسين قوسين يمين وقوسين شمال، ومكتوب تحت اربعه. فما بقتش اقدر يعني دلوقتي ما اقدرش اكتب اكس اوف ان ماينس 1، يعني اكس اوف ان ماينس 1 هو ان انا عندي السيجنال اللي موجوده من 0 ل 3 بقت موجوده من 1 ل 4 وبعدين بقت هتبقى شفت واحد تاني من 2 ل 5 اند سو اون. انا ما عنديش كده، انا هنا دايما بديفاين 1 بيريود من السيجنال موجوده من 0 ل ان ماينس 1 وهي دي اللي انا ببص عليها. فاي اوبريشن هتحصل هتحصل على البريودك سيجنال وبعدين هبص على ايه؟ من 0 ل ان ماينس 1. فانا هنا هعمل ايه؟ انا هديفاين البتاع بالشكل ده. الديفينيشن بتاع ده معناه ايه بقى؟ ده بيسموه السيركل شيفت. فجينا ايه؟ انا هعيد تاني بس انا عاوزكم تبصوا احنا هنعمل ايه في الاخر. احنا اللي حصل هنا في الاول ان احنا كان اللي حصل لما عملت شيفت عملت ايه؟ السيجنال اللي هناك دي انا اي ونت ثرو البيريود البروسس دي، ان انا خدت السيجنال عملت منها بيريودك سيجنال، عملت شيفت للبيريودك سيجنال، خدت 1 بيريود من البيريودك سيجنال. لو انا عاوز اروح من هنا لهنا على طول يبقى كاني بعمل ايه؟ لو انا قلت لك ادي اكس اوف ان، طب طلع لي دي. ماشي؟ انا عندي اكس اوف ان. وعاوز اعمل ايه؟ اكس اوف ان ماينس 1 4. هو ده اللي انا بدور عليه اللي هو هناك ده. ده معناه ايه؟ ده معناه اللي موجود هنا كله، ان انا ده معناه ان انا هاخد السيجنال اعمل منها بيريودك سيجنال، اشيفت البيريودك سيجنال واخد 1 بيريود من البيريودك سيجنال. هي كان انا لو مش عاوز اعمل التو ستبس اللي في النص دي بعمل ايه؟ كاني خدت اخر واحده هنا وحطيتها في الاول وحركت البتاع ده كده. فكاني خدت الاربعه دول شفتهم واحد وخدت اللي وقع من الناحيه الثانيه جبته في الاول. اللي وقع من الناحيه الثانيه جبته في الاول ده هو معناه ان البيريود اللي قبليه اللي اخر نقطه فيها كانت اخر نقطه عندي انا. دخلت لي من البيريود اللي قبلها. تمام؟ يبقى اللي تحت ده هو بالنسبه لده نفس الطريقه، ان انا هاخد الاربعه دول اشفتهم واحد، فاللي عند ثلاثه دي هتروح عند اربعه وتنزل تحت وتروح رافعه وايه؟ وداخله لي عند تايم زيرو. تمام؟ ده بقى بيسموه ايه؟ سيركلر شيفت. سيركلر شيفت يعني ايه؟ يعني انا عندي السيجنال اهي. تمام؟ هاخدها بدل ما انا راسمها على خط ارسمها على دايره. فاتكتبت على دايره بالشكل ده. هي قيمتها كام؟ 4 3 2 1. فادي اكس اوف 0 اهي، اكس اوف 1، اكس اوف 2، اكس اوف 3. 4 3 2 1. طيب الثانيه بقى دي انا دلوقتي عاوز اشفت اجيب اكس اوف ان ماينس 1 من الدايره، فبعمل ايه؟ بروح لافف الارقام اللي جوه الدايره. دايما الحاجه اللي هنا اللي هي تبقى اوف 0، اوف 1، اوف 2، اوف 3. فدي واي اهي اللي هي اكس اوف ان ماينس 1 4. فهنا اكس 0 1 2 3، هنا واي 0 1 2 3. والارقام اللي جوه دي هروح رففها انتي كلوك وايز. فبقت الدايره دي عليها واي 0، واي 1، واي 2، واي 3. تمام؟ فده اسمه ايه؟
سيركلر شيفت هو نفس الحاجه، ان انا باخد البتاع اللي هنا دي لما بشفتها بجيبها في الاول، او ان انا بايه بحط الحاجات على دايره وبجيب في الدايره، الاثنين نفس الحاجه، فده اسمه سيركلر شيفت. تمام، هو ايكويفالنت لايه؟ معناه ايه؟ معناه ان انا ما عنديش السيجنال اكس انما عندي السيجنال اكس بي، معناه ان انا ما عنديش بيريود واحده عندي انفينيت بيريود، يعني انفينيت سيجنالز، معناه ان انا لما بشفت ما بشفتش 1 بيريود من السيجنال، انا بشفت كل البيريودز وبعدين ببص على 1 بيريود منها. هو ده معنى السيركل شيفت. بدل ما نعمل الاربع خطوات دول، بدل ما نعمل الاربع خطوات دول هنرسم السيجنال على دايره ونشفت الارقام على الدايره بس. انا كده ايه عرفت اجيب السيركلر شيفت بتاعي. هنستخدمه في ايه؟ هنشوف هنستخدمه في ايه. ماشي، بس دي حاجه اساسيه في الديفرنس بقى ما بين الدي اف تي وما بين الفوري ترانسفورمز الثانيه. طيب اي سؤال؟ بالظبط، عدد السامبلز في البيريود اللي هم عدد السامبلز اللي في الفريكوانسي دومين. اي سؤال؟ الايه؟ الشكل اللي هو ده هنا؟ لا مش فاهم، فين سؤالك؟ لا 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 لا، مفيش علاقة بين، يعني لا، انت عاوز تشوف اكس اوف ان ماينس 1 شكلها عامل كده، انت عاوز تشوف اي اوبريشن بتاعه شيفت جوه الدي اوف تي الدي اف تي هتبقى عامله ازاي، هتعمل ايه. كويس، فالاوبريشن بتاعه الشيفت جوه الدي اف تي مش معناها ان انا هاخد الاربعه سامبلز دول احركهم 1 2 3 كده على اليمين، معناها ان انا بعمل كل ده، ده الديفينيشن بتاع الشيفت. اه يعني لازم اعدي على هو ده معنى الشيفت، كلمه شيفت في الدي اف تي معناها كده، لانه في الدي اف تي مفيش دي، مفيش الاربعه دول بس، في دي. فاي اوبريشن بتحصل ما بتحصلش على الاربعه سامبلز، بتحصل على دول، فبقى الشيفت دلوقتي مختلف. هو انا خلاص ليه هيتعمل الشيفت يعني؟ لو سمحت انا عايز شيفت المفروض نبقى عايزين مثلا نحط ما هو اصبر، في حاجات وحاجات هيبان، يعني افهم بس الاول دي وبعدين اللي انت بتقول ده هيبان بعد كده، هيبان في حاجات تانية، اصبر يعني. اي سؤال؟ تمام، فده السيركولر شيفت اللي هو ايه مهم بالنسبه لنا. طيب تعالوا نشوف بقى ايه حاجه ابلكيشن لطيف ممكن نعمله على الكمبيوتر ونشوف قصته ايه. اول عاوزين نشوف لو انا ضربت اتنين دي اف تي في بعض هيحصل ايه؟ احنا عارفين ان احنا لو عندنا اللي هو بنسميه اللينير كونفوليوشن، لو انا خدت فوري ترانسفورمز اللي هو كونتينوس فوري ترانسفورمز وضربتهم في بعض وبعدين عملت لهم انفرس فوري ترانسفورم هيجي لي واي اوف تي هتساوي كذا اللي هو الكونفوليوشن، صح؟ طيب لو انا بقى جيت ضربت اتنين دي اف تي في بعض، تمام؟ لو ضربت اتنين دي اف تي في بعض هيجي لي حاجه اسمها السيركولر كونفوليوشن. حاجه اسمها ايه؟ السيركولر كونفوليوشن. السيركولر كونفوليوشن ده غير الكونفوليوشن. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. السيركولر كونفوليوشن ده الايكويشن بتاعته شكلها عامل كده. ماشي، تعالوا نشوف ايه السيركولر كونفوليوشن ده. اول طبعا حاجه انه لازم يبقى ايه؟ الاثنين سيجنالز ليهم نفس السايز. ليه ليهم نفس السايز؟ لان انا بضرب اكس كي في اتش اوف كي، يعني بضرب سامبلز في فريكوانسي دومين في بعض، فما ينفعش ابقى بضرب سامبل بتاع فريكوانسي دومين في حته بسامبل بتاع فريكوانسي دومين في حته ثانيه، لازم السامبلز بتاعت فريكوانسي دومين يبقوا ايه؟ في نفس المكان. فلازم نمبر اوف سامبلز اللي في الفريكوانسي دومين يبقى ثابت، الاثنين زي بعض، فالاثنين ايه؟ لازم يبقوا سيم سايز. طيب تعالوا بقى نشوف، احنا هنا هنشوف اكزامبل كده للسيركولار كونفوليوشن. السؤال الاولاني المهم، لو انا جيت ضربت دي اف تي سايز 4 في دي اف تي سايز 4، تمام؟ زي اللي قدامنا دول،
دي اف تي سايز 4 دي اف تي سايز 4. الدي اف تي اللي هيطلع هيبقى سايز كام؟ يعني دي 4 ودي 4 وضربتهم في بعض هتلاقي ده سايز كام؟ 4. انا 4 سامبلز هنا و4 سامبلز هنا ضربتهم في بعض صح؟ في 4 في 4 يطلع 4. تطلع التايم دومين سيجنال بتاعت ال 4 سامبلز دول كام؟ كام سيجنال؟ السايز بتاعها كام؟ 8؟ انا عندي سيجنال قبل بس ما نكمل دي عشان ما نتلخبطش زياده. اكس اوف ان دي السايز بتاعها 4 واتش اوف ان السايز بتاعها 4. جات لي اكس اوف كي السايز بتاعها 4 واتش اوف كي السايز بتاعها ايه؟ 4. تمام؟ ضربت الاثنين دول في بعض طلعوا لي واي اوف كي. السايز بتاع الواي اوف كي ده هيبقى كام؟ 4 صح؟ احنا بنقول ايه؟ السامبلز بيتضربوا في بعض فهنزودهم ازاي؟ ما هم 4 في 4 يطلعوا 4 4 ارقام في بعض كده. طيب يبقى التايم دومين بتاع ده يطلع بكام؟ يبقى التايم دومين بتاع الحاجه اللي في الفريكونسي دومين السايز بتاعها 4 هتطلع كام؟ لا مش معقول بعد كل ده مش عارفين 4. ما احنا كله هو نفس الارقام. احنا قلنا الفريكونسي دومين والتايم دومين بتاعنا في الدي اف تي هم نفس الارقام صح؟ طيب سؤال بقى، لو انا عندي تايم دومين سيجنال السايز بتاعها 4 واحدة تانية السايز بتاعها 4 وعملت ما بينهم لينير كونفوليوشن، سيبك بقى من دي اف تي دلوقتي، سيجنال فيها 4 وسيجنال فيها 4 زي الاثنين اللي موجودين هنا دول، وعاوز اطلع منهم لينير كونفوليوشن، الحاجة اللي هتطلع من لينير كونفوليوشن طولها هيبقى كام؟ 7 ده بلس ده ماينس 1 ماشي؟ طيب يبقى أول حاجة ناخد بالنا منها إيه بقى؟ إن اللي هيطلع من السيركلر كونفوليوشن هل هو نتيجة اللينير كونفوليوشن؟ مستحيل هيطلع زيه ازاي؟ اذا كان ده سايز 4 وده سايز 7 صح؟ انا ضربت 2 دي اف تي في بعض وعملت انفرس دي اف تي طلعوا لي 4 ولو انا خدت 2 سيجنالز وعملت ما بينهم لينير كونفوليوشن هيطلع لي 7. هل ال 4 دول زي السبعه دول؟ مش زيهم صح؟ يبقى اول حاجه ان السيركلر كونفوليوشن اول حاجه ان السيركلر كونفوليوشن مش هيطلع لي نتيجه اللينير كونفوليوشن تمام؟ دي أول حاجة. سيركلر مش هيطلع نتيجة اللينيا. ماشي؟ يبقى دي أول حاجة. طيب عاوزين نشوف الإكزامبل ده الأول نشوف هيطلع لنا إيه؟ وبعدين نرد بقى على السؤال بتاع إيه علاقة اللي طالع باللينيا كونفوليوشن وإزاي أستخدم الدي إف تي لتطبيق اللينيا كونفوليوشن. ماشي؟ فالإيكويشن بتاعتنا اللي هي طلعت لنا لما نيجي نضرب الاثنين دول في بعض يطلع شكلها عامل كده. تمام؟ دي شبه الكلام اللي احنا هنعمله دلوقتي، شبه اللينير كونفوليوشن اللي احنا كنا بنعمله بس على دوايه. فاكرين لما جيتوا تعجنتوا الكونفوليوشن عملتوا ايه؟ رسمتوا سيجنال وبعدين قلبتوا الثانيه كده صح؟ وبداتوا تحركوها كده سواء انتجريشن او سميشن. صح؟ فهنا حاجه سيميلر لكن ايه بقى؟ مش على خط. على مين؟ على دايره. تمام؟ فبيسموه ايه؟ سيركلر كونفوليوشن. فالسؤال هنا بيرفورم سيركلر كونفوليوشن بتوين دي ودي. فأول حاجة بنعملها ايه؟ اكس واتش. فأول حاجة زي ما كنت بعمل هناك برسم اكس وبرسم اتش وبعدين بقلب اتش وبعدين بضرب واعمل. نفس الكلام هنا. برسم اكس اهي اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 2 1 2 1. برسم اتش نفس الكلام اتش 0 اتش 1 اتش 2 اتش 3 على الدايرة والأرقام بتاعتها ايه؟ 1 2 3 4. خلاص؟ فدي أول خطوة. ان انا برسم واحده وبرسم الثانيه. طيب ثاني خطوه كنت بعمل ايه؟ اكس اوف ماينس ان اللي هي اتش اوف ايه بقى؟ ماينس ان برضه بس ايه بقى؟ ماينس ان جوه الاقواس بتاعتنا لان انا ما بقاش عندي ماينس ان اللي عامل كده. انا بقى عندي ماينس ان عامل كده بس مش في السيجنال اكس في السيجنال اكس بي. فكاني اخدت السيجنال بالبيريودز بتاعتها ولفيتها. كويس؟ متخيلين؟ بس هبص على ايه؟ على 1 بيج. يعني انا عندي مثلا سيجنال عامله كده اهو. لما بقلبها في اللينير بيحصل ايه؟ بتجيلي كده. صح؟ طيب لما بقلبها وذين الكونتكست ده بعمل ايه؟
باخد اللي بعدها واللي قبلها وبقلب كل ده. فلما هاجب ده هيحصل ايه؟ هتلاقي الصغيره دي تيجي هنا واللي بعدها تيجي هنا واللي بعدها تيجي هنا. هبص على الاربعه دول كده. دي مثلا اربعه، واحد اثنين ثلاثه. كويس؟ هو طبعا الرسمه دي غير دي، انا هي رسمه 4 3 2 1 وهنا 1 2 3 4، فما تتلخبطوش يعني، ارقام مختلفه شويه. ما كانش قصدي كده يعني، بس هي طلعت كده. ف ال 1 بيريود دي اللي حصلت نتيجه البروسيس دي هي نفسها كاني لفيت الارقام على الدايره بشكل ايه؟ عكسي. فبدل ما اخد 1 2 3 4 هاخد 1 2 3 4. فبقت دي اكس اوف ان ودي اتش اوف ماينس ان. يبقى اول واحده فيهم اللي هي واي اوف 0 هتبقى اكس اوف ان في اتش اوف ماينس ان. دايما بنحط الاربعه دي عشان نقول ان احنا سيجنال اكس البيريود بتاعتها 4 واحنا شغالين على 4. فهاخد الارقام دي واضربها في بعضها. هاخد هنا 1 في 2 زائد 4 في 1 زائد 3 في 2 زائد 2 في 1. وهطلع اول قيمه اللي هي واي اوف 0 هتطلع 14. تمام؟ طيب اللي بعدها، اللي بعدها اتش اوف 1 ماينس ان. 1 ماينس ان هتلاقيك لفيت الايه؟ الارقام اللي على الدايره واحد الناحيه دي. فهلف الحاجات اللي على الاتش واحد الناحيه دي واضرب دول في دول يطلع لي 16. اللي بعدها الفها كمان واحد. واخد دي في دي واضربها يطلع لي كمان رقم. اللي بعدها الفها كمان واحد. واخد دي في دي يطلع لي ايه؟ كمان رقم. يبقى السيجنال واي اوف ان اللي هي السيركلر كونفوليوشن ما بين اكس واتش هتطلع سيجنال شكلها عامل كده. صح، سيجنال شكلها عامل كده. تمام؟ طيب احنا يعني الكلام ده هممنا ليه؟ لانك انت في احيان كتير زي ما خدت برضه قبل كده في فوري ترانسفورم وبتاع، وزي ما هتجربه على الكمبيوتر، في احيان كتير بيبقى less complex انك انت تجيب الفوري ترانسفورم بتاع دي والفوري ترانسفورم بتاع دي وتضربهم في بعض وتعمل انفرس فوري ترانسفورم عن انك تعمل كونفوليوشن ما بين تو تايم دومين سيجنالز. ففي احيان كتيره بيبقى اسهل لك انك انت تعمل كده وبتاخد وقت اقل في البروسيسنج على الكمبيوتر. تمام؟ زي ما اتعلمتوها مثلا انه فور سمبلستي في بعض الاحيان انك انت اسهل لك تعمل ايه؟ مالتيبليكيشن في الفريكونسي دومين وترجع الايه؟ التايم دومين تاني من اللي انت عملته. عندك دلتاز مثلا. فانت مش بتقعد، ما بتقعدش تعمل كونفوليوشن عندك دلتاز في الفريكونسي دومين يعني. لا انت ساعتها خلاص مش يعني ما تاخدش تايم دومين وتلعب بيه، لا انت بتروح على فريكونسي دومين واحده فيهم دلتا والثانيه سيجنال تروح تضربهم في بعض يطلع حاجه اه خلاص كده. نفس الكلام ممكن يبقى ابلايد هنا، انك انت ساعات بيبقى اسهل لك بكتير ان انت تاخد السيجنالز في فريكونسي دومين وتضربها في بعض وتعمل انفرس فوري ترانسفورم وترجع تايم دومين سيجنال تاني. كويس؟ ودلوقتي بقينا نقدر نعمل الكلام ده لاني خلاص بقيت اقدر ريبريزنت السيجنال باي سامبلز في فريكونسي دومين. طيب انا يهمني مش السيركلر كونفوليوشن، السيركلر كونفوليوشن ده حاجه طلعت غصب عني لما عملت سامبلنج في فريكونسي دومين مش بمزاجي، لاني خليت السيجنال بيريودك غصب عني والكلام ده كله حصل اللي احنا كنا عمالين نحكي فيه. طيب افرض ان انا عاوز اعمل لينير كونفوليوشن. تمام؟ يوزنج الدي اف تي، هعمل ايه بقى؟ ده اللي احنا عاوزين نعمله، احنا عندنا السيركلر كونفوليوشن هو بيتحسب او بيتعمل بالطريقه اللي قدامنا دي. طيب تو بيرفورم سيركلر كونفوليوشن اول حاجه انه في اكس واتش ماست بي اوف ذا سيم سايز ان. تمام؟ انا ما اقدرش اعمل سيركلر كونفوليوشن غير بين سيجنالز ليهم نفس الطول. نفس الطول في التايم دومين وفي الفريكونسي دومين. هي طبعا جايه نتيجه ايه؟ ان الفريكونسي دومين لازم يبقى نفس الطول عشان لما بضربهم في بعض لازم السامبلز تقع في نفس الحته. فانا ما اقدرش اعمل سيركلر كونفوليوشن الا لو التو سيجنالز نفس الطول. دي اول حاجه. واي از نوت ايكوال تو ذا كونفوليوشن بتوين اكس اند اتش، زي ما حكينا انه ابسط حاجه ان ان وان بيطلعوا لي ان، مع ان ان وان المفروض يطلعوا لي لو هو لينير كونفوليوشن 2 ان ماينس 1. تمام؟ فده مش نتيجه ده. ازاي بقى نقدر نفورس السيركلر كونفوليوشن تو كالكوليت لينير كونفوليوشن؟ طيب اول حاجه هنأسيوم ان اكس الطول بتاعها L و H الطول بتاعها M. ماشي؟ فاحنا عارفين ان الـ linear convolution هيطلع حاجه طولها L plus M minus 1. تمام؟
طيب لو حاجه في التايم دومين طولها ال بلس ام ماينس 1 يبقى لازم الفريكوانسي دومين بتاعها يساوي كام؟ ال بلس ام ماينس 1. طالما التايم دومين بتاعي طوله كده يبقى ستيب 1 لازم الفريكوانسي دومين يبقى طوله كده عشان اعرف اطلع النتيجه دي. طيب اللينير كونفوليوشن بنعمله ازاي؟ بيتعمل كده، لو انا عندي الكونتينوس فريكوانسي دومينز بضربهم في بعض فبيطلع لي التايم دومين بتاعي بيطلع شكله عامل كده. ماشي؟ طيب لو انا بقى عاوز اعمل القصه دي بس مش يوزنج اكس اوف اوميجا واتش اوف اوميجا ولكن يوزنج اكس اوف كي واتش اوف كي، يبقى محتاج اعمل سامبلز قد ايه في الفريكوانسي دومين بتاع السيجنالز دي؟ اخد كام سامبل في الفريكوانسي دومين عشان البتاعه دي تتحسب لي صح؟ الرقم اللي فوق ده اللي هو ان، يبقى لازم اخد الفريكوانسي دومين بتاعي مش طول السيجنالز الاساسيه بتاعتي ولكن طول السيجنال ايه؟ اللي هتطلع نتيجه اللينير كونفوليوشن. فانا لو عملت كده، لو عملت كده هعمل ايه؟ هو ده اللي احنا بقى بنقوله، ان انا لو انا عاوز اخلي السيركلر كونفوليوشن اللي هو بيطلع لوحده بيطلع لوحده لو انا ضربت اثنين دي اف تي في بعض يبقى لازم اخد اطوال الدي اف تي دي بالطول اللي قدامنا ده. ماشي؟ لازم اخد اطوال الدي اف تي بالطول اللي قدامنا. يبقى لازم اكس واتش الاثنين ما يبقاش طولهم طول السيجنال ولكن يبقى طول السيجنال اكس واتش في التايم دومين ولكن يبقى طولهم طول السيجنال واي في التايم دومين. يبقى هاخد الفريكوانسي دومين هنقول اكرم، يبقى هاخد الفريكوانسي دومين بتاعي طوله مش 4، انا عندي مثلا اسيوم ان انا عندي سيجنال 4 وسيجنال 4، يبقى انا بس انا عارف ان الاثنين 4 سيجنال دول في التايم دومين لو عملت لهم كونفيجيشن هيطلعوا 7، يبقى لازم اخد الفريكوانسي دومين بتاع الاكس والاتش طوله كام؟ 7. تمام؟ فلو عملت كده هتلاقي ان نتيجه المالتيبليكيشن بتاعه الفوريير ترانسفورم هيطلع لي ايه؟ اللينير كونفوليوشن. طيب من غير ما نبص على الكلام ده، ده معناه ايه بالمخ كده؟ ده معناه ايه؟ انا كانت مشكلتي ايه؟ كانت مشكلتي ايه لما بعمل سيركولار كونفوليوشن؟ كانت ايه المشكله هنا؟ انا عاوز اعمل كونفوليوشن ما بين سيجنال عامله كده وسيجنال عامله كده. تمام؟ دول التو سيجنالز بتوعي 4 و4. انا لما بعمل السيركولار كونفوليوشن او يعني خلي بالكم لما بقول سيركولار كونفوليوشن معناه ايه؟ انا عمري ما بعمل السيركولار كونفوليوشن في الحقيقه، انا اللي بعمله انا بشوف الايفكت بتاع ان انا بمالتيبلاي الدي اف تي في بعض وبعدين اعمل انفكس دي اف تي. فمالتيبلاينج الدي اف تي وبعدين انفكس دي اف تي ايكويفالنت لسيركولار كونفوليوشن. كويس؟ انما انا على الحقيقه على الكمبيوتر ما بعملش سيركولار كونفوليوشن، انا بجيب دي اف تي بتاع ده والدي اف تي بتاع ده اضربهم في بعض اعمل انفكس دي اف تي. النتيجه اللي طالعه دي هي بالظبط لو خدت التايم دومينز وعملت لهم ايه؟ سيركلر كونفوليوشن. كويس؟ فانا لو انا جبت الدي اف تي بتاع الاثنين دول وضربته في بعضه اللي هو ايكويفالنت للسيركلر كونفوليوشن هيطلع لي حاجه ثانيه طولها 4. انا مش عاوز كده، انا عاوز الجينيا كونفوليوشن ما بين الاثنين دول. مشكله الجينيا كونفوليوشن من السيركلر كونفوليوشن ايه؟ المشكله جايه منين؟ حكايه ان السيجنال طلعت لي 4 والحاجات دخلت في بعض جايه ليه؟ عشان السيجنال ايه؟ كويس، فبيحصل ايه لما بتبقى بيريودك؟ بتضيع ايه؟ قول بتضيع ايه؟ ليه بتضيع ليه؟ تمام. المشكله ايه؟ انا عاوز اعمل الفاليوز دول والفاليوز دول بس اللي يبقوا انفولد في الايه؟ في الكونفوليوشن. انا لما بعمل القصه بتاعت الدي اف تي انا حقيقه ما بتعاملش مع دول ودول، انا بتعامل مع البيريودك سيجنال دي. فلما بتعامل مع البيريودك سيجنال هتلاقي دول صح؟ دخلوا لي في الحته اللي انا بضرب فيها السيجنالز في بعضها. انا المكان هنا كان المفروض يبقى فيه زيروز، ما جاتش زيروز، جت ايه؟ جت البيريود القبليه، عشان البيريود القبليه لازقه في البيريود الاساسيه. فلما دخلوا دول هنا بداوا البيريود الثانيه بتاعتي تضرب في السيجنال اللي انا بضرب فيها، فبدل ما هضرب في زيرو انا لما عندي دول ودول انا بعمل ايه؟ اول سيجنال المفروض تجي ازاي؟ ادي 4 دول هنا واخد البتاع دي اقلبها كده صح؟ فاول رقم هيجي لي هو المالتيبليكيشن بتاع الرقمين دول في بعض.
انا ما جاليش كده، انا جالي لما قلبت دي جالي بيريود تانية من دي هنا، فما بقتش بضرب دي في دي بس، لا ده انا بقى عندي ثلاثة تانيين هنا بيتضربوا في دول كمان وبيتجمعوا، صح؟ فالمشكلة هنا انه البيريود البيريودز التانية غير البيريود الاساسية اللي انا عاوزها بس هي اللي تضرب، دخلت كمان جوه الحتة اللي انا بضرب فيها، فطلعت لي فاليوز مش عاوزها. فيبقى انا عاوز اعمل هنا ايه بقى؟ اللي هو زميلكم قال عليه اسمه زيرو بادنج. زيرو بادنج يعني ايه؟ يعني انا عاوز ابعد البيريودز دول عن بعض، بحيث ان انا لما اقلب السيجنال يجي لي هنا زيروز زيروز كده قدام دول، وبعدين يجي لي الثلاثه اللي انا مش عاوزهم. فده اسمه زيرو بادنج، وده ايكويفالنت لان انا بعمل سامبلنج كتير في الايه؟ في الفريكونسي دومين. لو انا عندي سيجنال السايز بتاعها 4 وعملت لها فريكونسي دومين السايز بتاعها 7، وجيت رجعت تاني بقى البريودك سيجنال من الفريكونسي دومين ده، هيجي لي شكله عامل ازاي؟ هيجي لي الاربعه بتوعي دول وبعديهم ايه؟ ثلاث اصفار، وبعدين هيجي لي الاربعه دول تاني. كويس؟ فانا لو حطيت سامبلنج في الفريكونسي دومين كبير كتير ايكويفالنت لان انا بحط زيروز ما بين البيريودز وبعضها. ايكويفالنت كده، انا هنا سيجنال فيها اربعه سامبلز وفريكونسي دومين فيه سبعه سامبلز. الفريكونسي دومين ابو سبعه سامبلز ده بيريبريزنت الاربعه دول وجنبيهم ثلاث اصفار في التايم دومين. تمام؟ اللي هو اسمه الزيرو بادنج. اللي هو كاني انا بعمل بادنج لاكس واتش والزيروز تو انكريز ذا ديوريشن اوف ان. البادنج ده مش بيغير السبيكترم بتاع اكس اوف اوميجا ولا اتش اوف اوميجا. مش بيغيره. يعني انا لو خدت الاربعه دول وحطيتهم على فريكونسي دومين، اجيبهم يعني فريكونسي دومين، او الاربعه دول وجنبهم 3 زيروز 4 زيروز 5 زيروز، مش هيفرق. هيطلع لي نفس السبيكترم. تمام؟ فالزيرو بادنج مش بيغير السبيكترا بتاعت اكس اوف اوميجا واتش اوف اوميجا اللي هم اللي احنا بنتكلم عنهم يعني. كل ما ازود زيروز مش هيفرق حاجه في الفريكونسي دومين. طيب. باي انكريزنج الجانت اوف اكس واتش نقدر ساعتها نعمل الكلام ده. يعني ايه؟ تعالوا نبص على الاكزامبل ده. ادي عندي اكس فيها الاربع ارقام دي واتش فيها الثلاث ارقام دول. فادي ال ب 3 وام ب 4، لما هجمع دول على بعض لما هعمل لينير كونفوليوشن لدول على بعض هيطلع لي حاجه فيها تورها كام؟ 6. فانا هاسيوم بقى ان انا هعمل سيركلر كونفوليوشن، او انا لو انا عملت السيركلر كونفوليوشن ما بين التو سيجنالز وانا حاطط فيهم عدد الزيروز عشان اوصلهم 6، النتيجه اللي هتطلع هتبقى هي نتيجه اللينير كونفوليوشن. تمام؟ فانا لو جيت عملت لدول لينير سيركلر كونفوليوشن هيطلع بالظبط زي لينير كونفوليوشن. يبقى انا لو عملت لدول وجبت الدي اف تي بتاع ده والدي اف تي بتاع ده بسايز 6 وضربتهم في بعض وعملت الانفرس دي اف تي هتطلع لي واي اوف ان بسايز 6. كويس؟ وهي دي بالظبط الواي اوف ان بتاعه اللينير كونفوليوشن. يبقى انا لو عاوز استخدم الدي اف تي عشان اعمل لينير كونفوليوشن بعمل ايه؟ باخد السيجنال بتاعتي واعمل لها دي اف تي بسايز. طبعا تيبيكالي انا بيبقى عندي ان وان. تمام؟ تيبيكالي بيبقى عندي السايز بتاع الاكس طوله ان والسايز بتاع الاتش طوله ان عاده يعني. فبقول ايه؟ والله ده ان وده ان، هعمل انا دي اف تي بسايز 2 ان او 2 ان ماينس 1. تمام؟ بس عاده برضو عشان تبقوا عارفين بتبقى 2 ان. ليه؟ لانه عاده الان بتاعتنا عشان زي ما بقول لكم الحاجات دي كلها بتتعمل باف اف تي. الاف اف تي ده بيسرع الدنيا لو انا السايزز بتاعتي 2 اس حاجه. ف 8 16 32 وهكذا. فلو انا عندي سيجنال طولها 16 وسيجنال طولها 16 انا بعمل دي اف اف تي او دي اف تي بسايز 32 ودي سايز 32 واضربهم في بعض واعمل انفرس اف اف تي يطلع لي نتيجه الاثنين دول بحاجه طولها 32، اخر رقم فيهم هيبقى صفر لان هي دي طولها 31 بس. هتطلع كده لوحدها. تمام؟ فانت عاده بتاخد السيجنال تعمل لها الاف اف تي بتاعها او الدي اف تي بتاعها بسايز 2 ان. كويس؟ وتاخد السايز 2 ان ده وتعمل بيه الفريكونسي دومين تضربه في بعضه وتعمل انفرس دي اف تي يطلع لك اللينير كونفوليوشن ريزلت على طول. ماشي؟ اي سؤال؟ طيب نكمل الاسبوع الجاي.